مشروع بحثي مصري ألماني يعمل على نظام رائد من أجل جعل المياه موردا متاحا بشكل مستدام مستقبلا، وكذلك يعمل على تحسين نوعية مياه الشرب. نحن كنا في القاهرة كما في أسن في غرب ألمانيا للتعرف أكثر على هذا التعاون المميز. 72% من جسم الإنسان من الماء يفقد منه يومياً حوالي لترين، وهذا الفقد يجب أن يعوض بمياه عذبة إن أمكن. لكن ماذا عن نوعية مياه الصنبور؟ هنا في جامعة الفيوم يبحث الدكتور أحمد خليل عن طرق جديدة لتوفير مياه نقية للسكان. أول مشكلة في بتواجهنا في مصر إن إحنا عندنا ندرة في المياه، فحصة الفرد في مصر حوالي 640 متر مكعب، ودي طبعا أقل من خط الفقر العالمي. دي أول مشكلة إحنا ندرة المياه. تاني مشكلة إدارة الموارد المتاحة لنا. الإدارة ديت محتاجة استخدام وسائل مبتكرة لتحسين استخدام المية وإدارتها بشكل سليم. تالت مشكلة عندنا جودة المياه. المحطات الموجودة في جمهورية مصر العربية محتاجة إعادة تأهيل، وكمان شبكات التوصيل للمنازل والمنشآت محتاجة إعادة تأهيل ومتابعة يومية لتحسين جودة المياه التي يشربها المواطن في مصر. الدكتور خليل وفريقه يختبرون ابتكارات تقنية يمكن أن تجلب انفراجاً للكثيرين، مثلاً عبر غشاء بلاستيكي جديد من نوعه يهدف إلى جعل مياه الصرف الصحي مياهاً صالحة للشرب. من أجل تصنيع الغشاء يتم تسخين بودرة البلاستيك بالماء ويتم تحريك الخليط، بعدها تسكب موظفة المختبر جرعة من السائل البلاستيكي السميك على قطعة زجاجية. الآن يمكن لجهاز خاص أن يطبع بروفيلاً محدداً بدقة مسبقاً على السائل، ويشكل بذلك الغشاء الدقيق. من أجل فصل الغشاء عن الزجاج يوضع في الماء. بعد 8 ساعات نحصل على غشاء رقيق جداً يمكن استخدامه كفلتر للمياه. ولكن كيف يتم ذلك؟ سطح الغشاء شبيه ببنية مصفاة غاية في الدقة. بالمقارنة مع المصافة التقليدية يمكن له تصفية أكثر الجزيئات دقة من الماء. جزيئات بالكاد يمكن رؤيتها بالمجهر مثل مخلفات العقاقير والهرمونات. جزيئات الماء صغيرة جدا، كل ما هو أكبر منها يعلق في شبكة الغشاء. تطوير وتطبيق هذا الغشاء يجري بالتعاون مع جامعة ديوسبورغ أسن في ألمانيا. الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي أطلقت على هذا المشروع اسم إيفاتيك، وهو ممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية، ومهمته دعم وتدريب التقنيين المصريين الشباب في مجال المياه. البروفيسور دكتور ماتياس أولبريشت يدير هذا المشروع. حسب رأيه يمكن للتدريب المشترك المساهمة في حل مشكلة المياه في مصر بشكل أفضل. لا يوجد في ألمانيا أي نقص في المياه، فنحن لدينا هنا ما يكفي من المياه العذبة، بعكس مصر التي تعاني منذ عدة سنوات من نقص في المياه العذبة للزراعة والصناعة واستخدامات المواطنين من مياه شرب وما إلى ذلك. ومن هنا نستنتج أن إدارة جيدة للموارد في مصر ضرورية جدا. هنا في المختبر التقني للجامعة يلتقي الدكتور أولبريشت طالب الدكتوراه المصري إبراهيم الشربيني من جامعة الفيوم، والذي دعي إلى ألمانيا للبحث العلمي لمدة 4 شهور. إبراهيم ينتج غشاء رفيعا جدا من البوليميد. هدفه هو تطوير تكنولوجيا الأغشية لتحلية مياه البحر، إذ تتم هذه التحلية عادة بتقنيات مفرطة في استخدام الطاقة. غشاء عالي التقنية كهذا يمكن أن يغير ذلك. غشاء الاختبار أصبح جاهزاً تقريباً لدى إبراهيم. آخر مرحلة إن إحنا بندخله في محلول الترسيب، ده بيبقى عبارة عن مية، ولكن إحنا بنسيبه فيه بقى فترة لحد ما تتم عملية تشكيل الممبرين، وبتم عملية التبادل ما بين المية والمذيب، وديت بنسيبها طول الليل. يختبر إبراهيم التجربة عملياً، ويعد جزءاً من الغشاء في نموذج مشابه لمحطة تحلية. ولمحاكاة الملح في الماء يستخدم إبراهيم ماءً أزرق اللون.
في عملية التناضح العكسي يتم فصل الماء عن المعادن عبر غشاء باستخدام الضغط. ببطء لكن بالتأكيد يخرج الماء في النهاية نقياً عذباً وواضحاً. لقد تمكن الغشاء فعلاً من فصل الماء عن اللون. نحن ممكن نقدر نشوفه من جهاز فلترة المية، تمام؟ إن إحنا بنفلتر المية باستخدام خاصية الضغط الإسموز العكسي عند درجات عالية من الضغط بتوصل لحد 32 بار. اللي إحنا شفناه دلوقتي إن إحنا استخدمنا مية ملونة إحنا حضرناها عندنا هنا في المعمل باستخدام نوع معين من أنواع الصبغات، وإزاي إن إحنا عملنا لها فلترة وحصلنا على محلول كلير من غير أي حاجة ورايق جداً. لفهم خصائص السطح الغشائي بالضبط يدرس إبراهيم مدى نفاذية المياه منها. لدى الملوثات الكيميائية تأثير على طبيعة السطح، أما قطرات المياه فتتساقط على سطح الغشاء وتتسرب ببطء عبره، وهكذا يحصل إبراهيم على استنتاجات حول بنية السطح. إنها مسألة مهمة لمصر، خاصة إذا ما استطعنا تطوير تكنولوجيا الأغشية هذه ودمجها بالطاقة الشمسية. وهناك حالياً أفكار ضمن هذا المشروع عن كيفية حصول هذا الدمج. ولكن كيف يعمل هذا الغشاء في الواقع؟ يتم تنقية مياه الصرف الصحي عادة بطريقة تقليدية، وغالباً ما يكون ذلك عبر الترشيح البيولوجي. هنا في هونكسي توجد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي فيها حوضان، وهي تنظف المياه لحوالي 17,000 مواطن. في أحد الحوضين يتم الترشيح أو الفلترة بشكل تقليدي، وفي الآخر باستخدام تقنية الأغشية الجديدة. أنهارنا وبحيراتنا لن تتحمل مياه الصرف الصحي دون تنقيتها، فعندها سينعدم الأكسجين من الأنهار وتتشكل أكوام هائلة من الرغوة. كل هذا عشناه قبل 50 عاما. حاليا تعالج مياه الصرف بطرق بيولوجية. كائنات دقيقة وبكتيريا تعمل في الماء على مراحل مختلفة، لكن لا يمكنها إزالة الملوثات كالمنظفات المنزلية بشكل كلي. العينة التي نراها هنا أخذناها قبل بضعة دقائق من الحوض. نرى هنا الوحل والرمل وكيف أن الأوساخ لا زالت بكاملها في الماء. يمكنكم أن تروا كيف أن جزءاً من الأوساخ استقر في القاع. في الحوض الثاني هناك المفاعل الحيوي الغشائي الحديث. الأغشية تم تصفيفها هنا في كثير من اللوحات من أجل زيادة كفاءتها. مساحتها الإجمالية تبلغ حوالي 11,200 متر مربع، أي ما يوازي حجم ملعبين لكرة القدم. يتم تنقية المياه عبر عملية مركبة. الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا تحلل المواد العضوية في مياه الصرف. أما الأكثر إثارة فهو أداء لوحات الأغشية، فحتى أصغر الملوثات كمخلفات العقاقير والهرمونات يمكن تصفيتها وفلترتها من الماء عبر مسامي الأغشية الدقيقة جداً، والتي يبلغ قطرها 0.04 ميكرومتر. بعد الترشيح والفلترة عبر الأغشية نأخذ عينة أخرى، وكما هو واضح فالماء الآن نقي وخال من المخلفات الكيميائية والعضوية. هنا لدينا العينة قبل تنقيتها، أما بعد التنقية فيبدو الماء هكذا، فعبر فلترة الأغشية أصبح نقياً تماماً وخالياً من مواد صلبة، إلا أنه لا يزال هناك لون طفيف فيه. بالنسبة لاستخدام تكنولوجيا الأغشية في تنقية المية، وأن احنا نخلي المية ديت available أن هي تبقى مية للشرب، تمام؟ اعتقد انه مش صعب احنا نستخدم التكنولوجيا بتاعت الاغشيه ديت، ولكن محتاجه ابحاث اكتر، محتاجه ان احنا نطور اغشيه متقدمه اكتر. للمحافظه على امدادات المياه في مصر بشكل مستدام يمكن لتقنيه الاغشيه ان تكون عنصرا هاما، فالمبدا موفر للطاقه كما في تحليه مياه البحر، والامل ان يزود كل الناس قريبا بمياه الشرب العذبه.